الأراضي التشادية تشهد تدهور في بعض من المناطق شبه القاهلة، مما قد يؤدي إلى الزحف الصحراوي، وتسعى الحكومة جاهدة على وضع استراتيجيات للحد من الزحف الصحراوي إلى المناطق التي أصبحت شبه صحراوية. وتزامنا مع اليوم العالمي للبيئة الذي وافق 5 يونيو لهذا الشهر، غرست جمعية الأمل 25 شجرة لصالح مركز هديمة الطبية الاجتماعي بجرماي. نائب رئيس جمعية الأمل حسين حسن بشارة أكد بأن جمعية الأمل تسعى دائما إلى المساهمة في تنمية البلد. ونحن اليوم هنا في جرماي للمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال غرس عشرات الأشجار لصالح مركز هديمة الطبي الاجتماعي. من جانبه، ممثل مؤسسة النخلة الخيرية جبرين نوح الوالي شكر مؤسسة الأمل على هذا العمل الذي يساعد في تنمية البيئة. أمل اللي قدمته ده أمل قيم، ونشجوك عشان أمل السوتو هني ده تسوف لب الهلة وبر من جرماي، عشان زي ما تعرفوا البيئة حسا قد تضرر البيئة، أنا ما نهموها إلا بأعمال زي ده. وفي نهاية الحفلة قدمت مؤسسة النخلة الخيرية التي أسست مركز هديمة الطبي هدايا لعمال الجمعية الذين قاموا بغرس الأشجار في المؤسسة.